جينا للحلقة اللي ناس كتير جدا منكم طلبتها مني واللي انا شخصيا متحمس ليها جدا، وهي حلقة افكار للتصوير بالموبايل. هعلمك النهاردة كام فكرة بسيطة لو اتعلمتهم معايا وطبقتهم هتخلي صورك شكلها حلو جدا ومختلف جدا ومميز جدا. انا احمد حسن والنهاردة حلقة افكار التصوير بالموبايل. قبل ما ابدا الحلقه بشكركم جدا على الدعم اللي بتقدمه لي سواء على يوتيوب او على انستجرام او على الفيسبوك. كل الدعم ده اكيد بيوصلني، واللي من غيره اكيد ما كنتش هستمر. وارحم بالعدد اللي احنا وصلنا له، رغم ان هو مش عدد كبير بس على الاقل كلهم مهتمين بالمحتوى اللي بقدمه. وطالب منكم النهارده دعم اكبر للفيديو من لايكات وكومنتات وشير، وعارف ان انتم مش هتخذلوني عشان نقدر نستمر. اما لو انت بتتابعني لاول مره انزل تحت ودوس اشتراك في القناه. النهارده جاي اقول لك شويه افكار للتصوير بالموبايل هتخلي صورك احترافيه جدا وشكلها حلو جدا وهتبهر اي حد يتفرج عليها. اوقات كتير بيعدي علينا صور بتعجبنا جدا وبنحس ان الصوره حلوه واحترافيه وشكلها مختلف، وبنحس ان هي متصوره بالكاميرا لكنها متصوره بالتليفون. وده سؤال كان بيتسالني كتير جدا، هو في فرق ما بين كواليتي الكاميرا وكواليتي التليفون؟ في فرق طبعا ما بين كواليتي الكاميرا وكواليتي التليفون، لكن الفرق ده انت ممكن تقلله بنسبه كبيره جدا. تقلله مثلا بابداعك وفكره كويسه للصوره، تقلله مثلا بايديت كويس للصوره يغير ملامحها ويخلي شكلها حلو جدا. في طرق كتير جدا ممكن تقلل بيها الفروقات ما بين الكاميرا وما بين التليفون. هدفي من الحلقه دي ان اوصل لك فكرتين. الفكره الاولى ان اوصل لك ان مش شرط الصوره الحلوه تبقى متصوره بكاميرا عاليه او بامكانيات عاليه جدا. الامكانيات بتفرق في التصوير كتير جدا، لكن الصوره الحلوه المبهره مش شرط تكون متصوره باعلى امكانيات في الدنيا. الهدف الثاني عندي ان اعمل لك تغذيه بصريه واخليك تتفرج على افكار جديده وتتفرج وتحلل الصور معايا، وده هيعمل لك تغذيه بصريه فهيبقى عندك ابداع وافكار اكتر بكتير. فيلا بينا نتعلم نعمل صور كويسه جدا بافكار حلوه جدا وبامكانيات بسيطه جدا تبهر بيها متابعينك واصحابك والناس اللي بتتابعك. اول صوره معانا هي الصوره دي. الادوات المستخدمه في الصوره هي مجرد ورده والتليفون بتاعك، لا اكتر ولا اقل. بورده والتليفون بتاعك هتطلع صوره شكلها مختلف، اول ما اي حد يبص عليها هيحس ان في حاجه في حوار في الموضوع، في حاجه مختلفه في الموضوع. في مرحله التصوير خليت الموديل تعمل حركه من حركات الباليه، واللي ساعدني اكتر ان هي بتعمل الحركات دي بسهوله، وخليتها تبعد مسافه معينه، وحطيت الورده قدام الكاميرا بطريقه معينه تبان اكنها لابسه جيب مثلا. من الملاحظات او من الحاجات اللي واجهتني وقعت فيها وممكن تخلي شكل الصوره احسن من كده بكتير، انك وانت بتجيب الورده حاول تخلي الورده جذعها طويل شويه، لان انا جبت الورده جذعها قصير فخلى ايدي تبان في الصوره، وده طبعا تعبني في مرحله الايديت. فانت اثر على نفسك الموضوع وحاول تجيب الورده الجذع بتاعها طويل. اهم حاجه في الصوره دي انك تخلي الورده في مكانها المظبوط. اخدنا الصوره اللي صورناها ورحنا بيها على مرحله الايديت، وتعمدت ان انا اعمل لها ايديت بالموبايل على برنامج بيكس ارت، وطلعنا بيها نتيجه كويسه. عملت ايديت بسيط جدا، يا دوبك بس شلت ايدي من الصوره وظبطت شويه الوان، وطلعت لنا النتيجه النهائيه بالمنظر ده. اعتقد ان الصوره شكلها حلو، ولما نزلتها على الانستجرام عجبت الناس جدا وانبهرت بيها. بمناسبه الانستجرام، هو ده الانستجرام بتاعي، خش دلوقتي اعمل لي فولو على الانستجرام، دايما بكون متواجد هناك وهتتفرج معايا على الصور اللي بنزلها، وممكن تتواصل معايا في اي وقت. وكمان بنزل اقتراحات عن كل حلقه قبل ما اعملها على اليوتيوب، فمستني ايه؟ يلا بسرعه على الانستجرام. الفكره الثانيه او الصوره الثانيه هي الصوره دي. للوهله الاولى هتستغرب من شكل الصوره لكنها اكيد هتلفت نظرك، اللي هو الاستغراب اللطيف ده، لكن الحقيقه ان فكرتها بسيطه جدا. في مرحله التصوير هتوقف الموديل قدامك وهتخليها تعمل اي حركه او اي شكل من الاشكال، وتاخد لها صوره للشكل او للحركه اللي هي هتعمله ايا كان، وتخليها تطلع من الصوره، وبعد كده هتفضل مثبت موبايلك وتصور صوره للباك جراوند فاضيه. كده بقى معانا صورتين، صوره ليها وصوره للباك جراوند فاضيه، بنفس المقاس بالظبط بنفس كل حاجه، لا رحنا سنه يمين ولا رحنا سنه شمال. هناخد الصورتين ونروح بيهم على مرحله الايديت، وبرده استعملت برنامج بيكس ارت. هنعمل اضافه لاول صوره وهي الصوره الاولانيه للموديل اللي صورناه. بعدها هنروح لعلامه الفرشه وندوس عليها، ونخش على الثلاث طبقات اللي في الاخر خالص، وندوس على الزائد اللي فوق ونعمل طبقه فارغه. في الطبقه دي بقى هنجيب البراش ونبتدي نرسمه البلوفر او الحاجه اللي لابسها الموديل. هنبتدي بقى واحده واحده نحدد البلوفر ونرسمه كده بشكل كروكي. بعد ما خلصنا التحديد، احنا عملنا التحديد ده في طبقه فارغه، فلو قفلناه كده هيختفي تماما. بعد كده هندوس على علامه الصوره اللي تحت ونعمل اضافه صوره، ونجيب صوره الباك جراوند الفاضيه اللي احنا صورناها، ونحاول نحطها على الصوره الثانيه بحيث يبقوا قد بعض بالظبط، وناخد الطبقه دي ننزلها لتحت ونبتدي نمسح البلوفر من الصوره. وبقى عندنا الصوره بالمنظر ده. الفكره الثالثه والصوره الثالثه هي الصوره دي.
ودي برضو بتعتمد بنسبة كبيرة جدا على مرحلة التحضير في التصوير، وكانت متعبة بالنسبة لي في قص الورق. انا جبت ورق عادي اتقل بس شوية من ورق الكراسة، وابتديت ان انا افرغه من جوه بالكتر بطريقة معينة تبان كأنها شبه الصورة. ليه جبت ورق اتقل من ورق الكراسة؟ عشان ورق الكراسة خفيف وانت بتصور هيطير منك وهيتقطع وهيبهدلك الدنيا. بعد ما جبت الورق وقصيته نروح لمرحلة التصوير. بتخلي الموديل او الشخص اللي بتصوره يمسك الورق بطريقة معينة تبين اجزاء من وشه في الصورة، وبتاخد الصورة زي اي صورة عادي جدا. لكن اللعبة كلها والموضوع كله في مرحلة الايديت. هناخد الصورة ونروح بيها على مرحلة الايديت، برضو هنعمل اضافة للصورة عادي جدا، وبعد كده نروح لإفكت او تأثيرات. هتلاقي حاجة اسمها ماجيك او سحر، دوس عليها وتروح تختار فلتر اسمه شادز اوف جراي. بعد ما هتختار الفلتر هتلاقي الصورة كلها مرسومة بقلم رصاص او شكلها كده ابيض واسود. هتدوس على علامة الجملة اللي فوق وتمسح الفلتر من الصورة كلها، وبعدها تدوس على علامة البرش وتبتدي تحط الفلتر في الأماكن اللي جوه الإطار اللي الموديل ماسكاه. بعد الإيديت البسيط جدا اللي عملناه هيطلع لك الشكل النهائي للصورة بالمنظر ده. اعتقد برضو ان هي صورة حلوة جدا وملفتة للنظر جدا. هكتفي النهاردة بس بثلاث افكار عشان اضمن انك تنزل تنفذهم وتجرب بنفسك، وتعمل لي منشن على الانستجرام، وهنزل الحلقة الجاية افضل ناس صورت الصور دي، وانا واثق ان في ناس كتير جدا منكم هتنفذ الافكار دي احسن من انا عملتها. اشوفك على خير في حلقة جديدة قريب جدا.